تعمل الإخلالات أول حاجة مشكلة الديسيبلين، يعني الانضباط في أشغال مجلس النواب الشعب. التأخير يعني شفنا احنا مثلا فما حتى جلسة ولا حتى اجتماع لجنة يبدأ في الوقت، هذا يأثر بطريقة يعني واضحة ياسر على المردود يعني وعلى أداء المجلس. النقطة الثانية هي مشكلة الابسنتيزم، كيف يعني مشكلة التغيب هذه اللي كانت حاضرة مع مجلس الوطني التأسيسي تتواصل اليوم مع مجلس النواب الشعب، على انه نلقاو نائب حاضر بنسبة 0%، نائب حاضر بنسبة 1% في المشاركة في التصويت. هذا زادة معناه يأثر بطريقة ياسر سلبية على أشغال المجلس وكيف على صورة المجلس والثقة اللي نجم يكون المواطن عنده فيها في النواب نتاعو. لقينا رضا شرف الدين هو اللي عنده 0% في اللجنة القارة واللجنة الخاصة نتاعو اللي هو عن حركة نداء تونس. شرف الدين عنده لجنة الصحة اللجنة القارة نتاعو اللي هي نذكروا اللي هي اجتمعت مرة بركة في دورة برلمانية كاملة، هو المرة هذيك ما كانش حاضر فيها. بالنسبة للجنة الخاصة نتاعو اللي هي لجنة التونسيين بالخارج زاد ما حضرش فيها جملة، هي اجتمعت، هي أكثر لجنة خاصة اجتمعت في عام كامل، كان التوب نتاعو زاد 0%. هذه رينا التوب في النواب في اللجان والأقل نسبة. بعد رينا في الجلسات العامة خرجنا أنه فما في عام كامل فما 16 نائب كان حاضر 100% في الجلسات العامة الكل اللي صارت من ديسمبر لأكتوبر 2015. 16 نائب هذوما ثلاثة من حركة النهضة، 11 من حركة نداء تونس، وزوز من الاتحاد الوطني الحر، هذوما في أعلى نسبة 100% 16 هذوما في الجلسات العامة. باغ كونت عندنا في الأقل حضور يعني في الجلسات العامة عندنا كمال ذويدي عن حركة نداء تونس اللي عنده 14% حضور في الجلسات العامة. بعد محمد غنيم عن أفق تونس 35%، وبعد شرف الدين مرة أخرى رضا شرف الدين عن حركة نداء تونس 46%. خاطر النواب معناها هذه مسألة تطرح، نعرفوا اللي خاصة اللي عنده مهن حرة هو ماهوش بمقتضى القانون ماهوش أوبليجي باش يديميسيون من خدمته، يعني مثلا محامي ولا طبيب على حسابه الخاص ينجم يواصل الأشغال نتاعو، دونك هذا ساكونتريبيو اللي هي لمسألة الغيابات. لكن مثلا اليوم احنا قاعدين نعملوا في التقرير هذايا وان باراليل فما لجنه معناها بلوتو الجلسه العامه تناقش في مشروع الماليه، يعني معناها دي شابيتر ابواب نتاع وزارات تتعدى ب 100 صوت، اللي هي حاجه اليوم معناها خطيره برشا خاصه في وضع حساس كيما اليوم. واحنا المشكله هذه المشكله فما مشكله الغيابات، لكن المشكله اللي اخطر من مشكله الغيابات اللي المجلس ماهوش قاعد ياخذ في لي ميزور باش يحد من الغيابات هذه، رغم اللي النظام الداخلي يخول له باش هو يقتطع من المنح. هذه حاجه موجوده يقول لك على المجلس ان يقرر الاقتطاع، نورمالمون ما ثمش حتى فولونتي بوليتيك اسكو اون فوا اليوم، ولازم الترجمه هذه تكون واضحه. شكرا.